وهي هذا راه ولد خويا، خويا اش غنقول لك، مرة كيكون هنا مرة في تمارة، ما عرفنا حتى حاجة. هادشي اللي كاين، تفاجئنا كاع والله، ما عرفنا احنا باش تبلينا كاع. لا هو دابا عندهم السكنة في تمارة، وكيجي هنا العروبي، راه الدار ديالهم كيجي هنا كيخدم شوية هنايا كذا. هادشي اللي كاين، وكان عرفوه كيف هو ما هو كان خدام شي ايامات في الشركة، شوية عاوتاني حبست هذيك هاد الكورونا، من تما ما بقاش خدم. هادشي اللي كاين. لا خويا ما كنسمعو عليه حتى حاجة الصراحة. يعني تتفاجئ شو اليوم؟ بعد تفاجئنا هذا الصباح، جاو حنا كنا كنصحابو صحاب كورونا، شي واحد فيه كاين هنا كورونا، صدقنا عاوتاني بشكال اخر. والله الا واحد المفاجأة، ما زعما تبهدنا كاع. هو خويا عادي وكيمشي للجامع كيصلي، قبل ما تكون كورونا ما الفجر، وكيمشي للدار وكيأذن حتى في الجامع، داير الحية. شحال كيبلغ في السن ديالك؟ تكون عنده شي 43 عام هكاك. 43 كيجي مرة هنايا؟ مرة كيكون في تمارة، مرة هنا. صافي هادشي اللي كاين. هو نقول لك انا الصراحه، هو ما فيش، ما مطلوقش، ما فيش الهضره بزاف. هو السلام عليكم السلام، وكيزيد بحالو غامض. هادشي اللي كاين. ولد خويا، يعني شنو كتعرف عليه؟ يعني الحياه ديالو؟ انا ما كنعرف عليه، بالنسبه لي انا السلام، حيت انا ساكن هيه بعيد. كيسكن هنا، مره هنا، كان قالوا خدام في الشركه تمارة، منين وقع هذا كورونا جا هنايا. والحياة عادية عنو، زعما شي حاجة نشوفوها عنو، ما شنا عليه حتى حاجة، كون نعلمو بيه. شي غتصدمنا راه. السلام عادي أنا وياه، السلام بخير عمي، صافي. هادشي كناش كنتظروه، منين جاو حيت كيبانو لي انا ساكن هيا قدامهم بعيد شوية من الواد ليه، منين شت انا جوج طونوبيل صافي انا غاد بيكوبات، جاو كي عندهم شي عروضة تما باعوهم شوية. منين جيت طلعت لقيت كيمشي تمارا، كيمشي ما فين ما عرفش، الله أعلم. هو هي السيرة ديالو، المظهر ديالو الخارجي راه داير الحية، وسميتو كيمشي لتمارة، ما عرفناش شنو تيدير، الله أعلم. تقريبا مرة كيغبر واحد المدة، مرة ما نقدرش نقول لك، ما غاديش نعرف المدة. تيهضر عادي وصافي، تيهضر في الأمور ديال الدين وصافي.